بارك الله فيك. بالنسبة للمرحلة المتوسطة في دراسة المذهب الحنبلي واللي فيها عدد من الكتب، وهي مثل ما ذكرت دليل الطالب مع شرحه، وكذلك زاد المستقنع مع حاشيته مع شرحه الروض المربع وحواشيه، فهذه هي الكتب المتوسطة. أما المطولات فهذه لا تدرس غالبا على الشيوخ إلا من باب السماع والإصلاح والاعتراض، وهي مثل ما ذكرتم مثل كشاف القناع ومثل منتهى الإرادات ومثل المقنع، وكذلك يتجاوز هذا إلى الدرجة العليا فيقرأ مثلا المغني والشرح الكبير، وكذلك شرح الزركشي على مختصر الخرقي فهو من المطولات، وكذلك الفروع لابن مفلح. وهذه المطولات غالبا لا تحتاج إلى شرح، فالذي درس كتب المبتدئين أو مثل أخصر المختصرات ومثل عمدة الموفق، ودرس كتب المتوسطين مثل دليل الطالب وشرحه ومثل زاد المستقنع وشرحه، غالبا الكتب المطولات يطالعها مطالعة ويقرأها على الشيوخ من أجل التصحيح والرواية ولئلا يكون فيها خلل مطبعي، وأيضا من أجل المقارنة بما علم وذكر الاعتراضات وما ينتبه له الطالب من حصول الخلافات والترجيح. وسيجد كثيرا من الترجيح في المقنع مثلا وشروحه، فيجد فيها الروايات كلها ومقارنتها والحكم فيها، وكذلك أيضا كتب الخلاف المذهبي في داخل المذهب، الكتب التي ألفت في الخلاف داخل المذهب. فالمقنع دائما يأتي بروايتين في الأصل، هذا الذي شرطه مقدامة، ثم في شروحه يتوسعون في بعض الروايات الأخرى، و كتب الخلاف التي تذكر كثيرا من الروايات، هذه مهمة جدا لأنها تحصر لك كثيرا من الكتب، مثلا تقارن لك كتبا كثيرة، لو ذهبت إلى كل كتاب وحده من أجل البحث عن هذا الفرع، مثلا الكفاية الكبرى والكفاية الصغرى وكتب مفقودة أصلا غير موجودة وهي معتمدة في النقل. ومن الكتب المتوسطة كذلك كتاب ابن عبد الهادي، وهو كذلك أيضا كتاب المحرر لابن تيمية الجد، وهما كتابان مهمان أيضا جدا في المذهب. الله يوفقنا وإياكم لكل خير، السلام عليكم ورحمة الله.